بالإمارات العربية المتحدة وبعض من أجزاء الخليج العربي تناقلت هواية قصص عن أنثى من الجن اسمها أم الدويس، وقالوا عنها الرجال الأوائل بأنها من أجمل النساء اللي ممكن يصادفها أي رجل طوال حياته، لأن اجتمعت بها كل مواصفات الجمال والرقة وعذوبة وسلاسة الكلام وكذلك مشيتها اللي كانت تخطف كل القلوب. إنها أم الدويس. السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد. فيديو اليوم هو الفيديو الأول من سلسلة المخلوقات الأسطورية. إذا عجبتكم فكرة هاي السلسلة وحبيت هيك نوعية من القصص فكتبوا لي بخانة التعليقات حتى نعتمدها كسلسلة دائمة بالقناة. وكالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضل أو أكلته المفضلة وخلي نبلش. قبل لا نبدأ يا أخوان عذرون إذا شفتوا الصوت شوية متغير لين بلاعيمي ملتهبة ويا دوب دا أحكي. أنثى الجن أم الدويس. أول سؤال حيجي ببالي وببالكم عن هاي الجنية هو شنو سبب تسميتها بهذا الاسم؟ يعني اسمها غريب وملفت بنفس الوقت. أم الدويس سبب تسميتها بهذا الاسم هو أداة القتل اللي كانت تستخدمها واللي هي المنجل، والمنجل باللهجة العامية الإماراتية يسمونه الداس، والدويس هو تصغير لكلمة الداس، فلهذا السبب سموها أم الدويس، يعني بين قوسين أم منجل أو أم منجل. قبل لا أنقل لكم بعض القصص اللي صارت ويا ناس لازم تعرفون شنو أوصافها أو مواصفاتها. أم الدويس تتجسد بهيئة امرأة جميلة جدا وأنيقة ورشيقة وتنبعث منها أنواع الروائح الطيبة واللطيفة. أما رجليها فوحدة من رجليها رجل حمار والرجل الثانية رجل داس يعني منجل. واكو من يقول أن رجليها اثنينات رجلين حمار وإيديها منجلين، وبالرغم من جمالها الخرافي واللي يلفت نظر أي رجل بالعالم إلا أنه بيها ميزة غريبة عجيبة، وهي ان عيونها عيون قط يعني عيون مال بزون. اما اماكن ظهورها فام الدويس دائما تظهر وتتواجد بالاحياء السكنيه المليانه بالناس وكذلك بالمدن الكبيره والصغيره وحتى القرى، ومرات تظهر بالصحاري والبراري او البساتين او المناطق المفتوحه، يعني تقريبا تظهر بكل الاماكن اللي ممكن ان يتواجد بها البشر بحيث تقدر بكل سهوله هاي ام الدويس ان تغويهم وتقتلهم. هسه بعد ما عرفنا مواصفاتها وسبب تسميتها بام الدويس وكذلك عرفنا الاماكن اللي تظهر بها، هسه خلينا ندخل زبدة الموضوع واللي هي القصص اللي تم نقلها عن أم الدويس. تذكر واحدة من البنات وخلنا نسميها على سبيل المثال فاطمة. فاطمة تقول بالماضي كنا نخرج كل صباح حتى نجيب الماء من الآبار القريبة من المدينة القديمة، وهذا الفعل اللي هو روحتنا حتى نجيب ماء ونرجع كنا نسميه بهذا المصطلح نسير نروي. المهم كانت كل مجموعة من البنات يلتقن عند بيت واحدة منهن وبعدها نروح سوية لهذا البئر اللي ناخذ منه الماء واللي اسمه الطوي. وبإحدى الليالي فاطمة تقول سمعت باب بيتنا يندق، فقمت حتى أفتح الباب وبالفعل فتحته وشفت أكو بنت غريبة واقفة قدامي. فسألتها شنو تريد او شنو محتاجة، فقالت لي بانه صديقاتي هن اللي دزنها علي حتى استعجل واروح وياها الهن. فانا هنا مباشرة صدقتها لاني ما زلت تحت تأثير النوم، يعني بين قوسين بعدني منعسة، فاستأذنتها حتى اروح اجيب القربة مالتي او الجربة. فلما رحت جبت القربة ورجعت لها بديت اشك ببعض الامور واستغربت، لان ملابس هاي البنت الغريبة اللي ظهرت قدامي جدا نظيفة وعيونها ما كانت عيون بشرية وانما تشبه عيون القطط، وكذلك لفت انتباهي وطريقة كلام والتفاتاتها الغريبة والمريبة. فوإحنا نمشي انطيتها القربة مالتي وقلت لها انتظريني دقائق لأن نسيت شي راح أروح أجيبها من البيت وأرجع. وبالفعل مباشرة تركتها ورحت لبيتنا. أول ما دخلت للبيت سديت الباب عليها وقفلته، بعدها دخلت لغرفتي وسديت الباب همات وقفلته عليها وبقيت قاعدة هناك. وهنا حست أم الدويس بأن اكتشفت أمرها وهربت منها، فرجعت للبيت وصارت تدق الباب بكل قوة والصيح عليها وتطلب مني أن أطلع من البيت وأفتح الباب، ولكن بقيت ساكتة مكانه ما يطلع مني اي صوت. بعدها هددتني بانه هي راح تمزق او تشق القربة مالتي، ولكن بقيت محافظ على صمتي وسكوتي وقاعدة بغرفتي وساكتة. ومرت لحظات بسيطة بعدها سمعت صوت القربة مالتي وهي تنشك، وهاي القربة مالتي ما كانت قربة عادية وانما كانت قربة مكونة من الجلد السميك والقوي، ولكن لانه هاي ام الدويس كلش قوية وعدها قوة غريبة عجيبة قدرت تمزق هاي القربة بكل سهولة. بعد ما ايست مني اختفت وراحت من بابي، والحمد لله والشكر انا ما زلت بأحسن حال وأنا اللي أنقل لكم القصة. نهاية السبعينات يروي أحد الناس خلي نسميه مثلا محمد. محمد يقول كنا أنا وصديقي رايحين من الشارقة إلى الباطنة اللي بعمان، وكنا بوقتها نمشي بسيارة نوعها لاند روفر، وإحنا نمشي بهذا الطريق تيهنا أو ظلينا الطريق وما عرفنا بأي اتجاه نروح، وكانت السماء مليانة بالغيوم وماكو لا نجم ولا قمر ولا أي شيء ممكن نهتدي به أو نندل من خلاله. ولكن فجأة وإحنا دنمشي بهذا الطريق وحايلين بأمرنا شفنا المصابيح خلفية لسيارة دتشتغل باللون الأحمر، وهاي
المصابيح كانت بمسافة كلش بعيدة عنا، لكن قدرنا نشوفها. أول ما شفناها صراحة اتجدد عندنا الأمل، ولكن استغربنا لما شفنا أن المسافة بيننا وبين هاي السيارة ما تتغير أبدا، وكل ما نمشي ما نقترب منها. ولكن بقينا متمسكين بالأمل لعل وعسى نوصل لها. وفجأة توقفت هاي السيارة اللي كنا نتبعها ونمشي وراها، وصرنا أنا وصديق نقترب منها بالسيارة شوي شوي إلى أن صرنا كلش قريبين على الوصول لهاي السيارة. وهنا كانت المفاجأة، لما وصلنا لمكان الأضواء ما شفنا أكو سيارة موجودة، وإنما أكو اثنين نسوان دايمشن، وكل امرأة ثوبها كان يضوي من الخلف باللون الأحمر وكأنها ضوى سيارة. فانصعقنا من شدة الخوف والصدمة اللي إجتنا، وصار بداخلنا رعب ما حسينا به من قبل أبد. فحاولنا أن نتجاوزهم بكل سرعتنا، فوإحنا دنحاول نتجاوزهم حاولت أن أنظر الوحدة منهن، ولكن صاحبي جرن بعنف وما خلاني أباوع عليها. فلما جرن صاح عليها لا تباوع عليها يا مجنون، هاي أم الدويس. وشردنا من هذا المكان، والعجيب أنه هي ما لحقتنا. ولما وصلنا لأول محطة استراحة بطريق الباطنة، سولفنا لبعض الناس اللي موجودين هناك بالأشياء اللي شفناها، فقالونا أنتوا مريتوا بطريق مسكون، يعني مسكون بالجن. فحمدنا رب العالمين وشكرناه لأنه قدرنا نخلص من هذا الموضوع، والناس اللي موجودين هناك تحمدونا بالسلامة. هسه خلينا نجي على أهم فقرة بموضوع أو قصة أم الدويس، وهو هل أم الدويس حقيقة أم خيال؟ أهل الإمارات يقولون أنه سبب وجود أم الدويس هو لأنها الشيء اللي يردع ويوقف كل شخص يبحث عن الانحراف. يعني حسب كلامهم الشخص اللي يستسلم للرذيلة فهنا معناته راح يستسلم لأم الدويس، بالتالي يستسلم للموت. بين قوسين الفكرة اللي يريدون يوصلونها الإماراتيين من هذا كلامهم أنه أي شخص يبحث عن الرذيلة مع أي امرأة، الشيء الوحيد اللي راح يردعه هو أم الدويس، يعني هي اللي راح تغري. فبالتالي إذا هو استسلم لهذا الإغراء وبحث عن الرذيلة والفاحشة، فهنا راح تكون نهايته على إيد هاي أم الدويس. فهنا الشباب إذا شافوا هذا الموضوع راح يخافون من موضوع أم الدويس، وراح يشوفون إنه أي امرأة جميلة ممكن تغريهم أو تدعوهم لهذا الموضوع، راح يبتعدون عنها ويتجنبوها، لأنهم يخافون أن تكون هاي المرأة هي أم الدويس. بالتالي هنا راح تقل الرذيلة وتقل الفاحشة، وتكون هاي أم الدويس هي الدواء الناجح لهذا الموضوع. وخلوا بالكم إنه أغلب أهل الإمارات يقرون بوجود أم الدويس، يعني يعتبرونها مخلوق حقيقي، إلا إنه البعض منهم اللي خلينا نقول المتدينين نوعا ما أو كبار السن يشككون بموضوع أم الدويس، ويقولون إنه هاي مجرد خرافات ما إلها وجود، وهاي الخرافات تم اختراعها وإيجادها ونشرها بين الناس حتى يردعون الشباب ويمنعوهم عن الرذيلة. تخيلوا إنه أكو امرأة تسولف قصة معينة تقول إنه أبوي سابقا كانت عندنا جارة دائما يسميها أم الدويس. فاستغربت من الموضوع وسألت أبوي يوم من الأيام إنه ليش أنت تسميها أم الدويس؟ فقالها لأنه هاي جارتنا هاي المرأة دائما لما تطلع تملي جسمها بالعطر، بحيث لما تمشي وتمر من مكان عطرها يبقى بي، وهاي وحدة من صفات أم الدويس، لهذا أنا دائما أسميها بأم الدويس لأنها تحاول تغري الشباب. وهاي المرأة تقول إنه بيوم من الأيام أبويا قاعد بحوش بيتنا وفاتت هاي المرأة اللي هي جيراننا واشتمينا عطرها، فهنا أبوي هو قاعد بحوشنا قام يصيح عليها أم الدويس أم الدويس. وبسنة 2002 عرضت قناة الشارقة الفضائية برنامج خراريف، وهذا برنامج يتطرق أو ينقل الخرافات الشعبية اللي منتشرة بالإمارات العربية، ووحدة من حلقات هذا البرنامج تناولت موضوع أم الدويس.
وكذلك بمرة من المرات بشهر رمضان المبارك عرضوا فيلم كامل مدته 45 دقيقة اسمه عودة أم الدويس. إذا عجبتكم هاي السلسلة وتحبون نسوي منها فيديوهات بشكل دائم فكتبوا لها الشيء بخانة التعليقات، ولا تنسون تخلون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتتابعونا على الانستغرام. أخوكم عبد الخالق، سلام.